الحديث وياكم ينطينا طاقة، وأيضا ينطي إلى شعبكم طاقة، لأن خواتكم وأولادكم وزوجاتكم وشعبكم كل عين عليكم. أنتوا اللي منحتونا أو راح تمنحونا الحرية الحقيقية. شلون تقضون أيامكم هنا؟ شنو مستوى الألفة اللي بيناتكم وأنتم في جبل أحد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أول شيء إحنا نشكر المحافظات الذي تواجدت في ساحة التحرير لمساندة أخوتهم في ساحة التحرير، ونشكر شيابنا وشبابنا، ونشكر خواتنا وأمهاتنا. يزيدنا أنه نشوف طلب يعني طلاب المدارس أو الجامعات متواجدين وقطعهم مستنكرين هذا الموضوع، فيزيدنا عزم ويزيدنا إصرار أنه ثابتين. موضوع أنه تغيير لازم يعني بدينا به لازم ننهي بعد. نعم. لأن من 2003 لهذا يومك ماكو لا تغيير، بس بوق ونهب بيناتهم. الشعب ما مستفاد اطلاقا. تروح انه مستشفيات صحه يعني ميته كلش، تعبانه الوضعيه. مدارس منتهيه. تعيينات هذول تخرجوا وتعبوا وصاروا دكتوراه، وهاي شهادتهم صارت حال شهاده الاول بالابتدائي، لان ماكو نتيجه. فالتغيير وجبه يعني، واصرارنا انه لازم نغير هاي الحكومه. فاحنا قضيتنا هم صارت قضيه حسينيه سلام الله، انه الحسين خرج واستشهد لاجل الاصلاح. نعم. فاحنا خرجنا هم لاجل الاصلاح، فشهدائنا كشهداء الحسين سلام الله. الصوره اللي واصله الى كل اهلكم والى كل شعبكم، يعني انتم في جبل احد المضحين في الخط الاول، يعني هسه احنا الان نسمع صوت الرمي، وكذلك يعني غريب هذا الامر، انه تسمع رمي وتسمع هزيج، تسمع قنابل وتسمع دبكات. يعني يقولون او انتم قلتم لن نغادر هذا المكان الا ومعنا الوطن. احنا ان شاء الله ما نغادر هذا المكان الا انه يتغير الموجودين في الحكومه العراقيه والدستور العراقي. بالنسبه باقيين هنا ويعلمون انه وصلوا وتقربوا انه وضربوا وما قدروا، انه ثابتين احنا في جبل احد، والموجودين في جبل احد ناس مسالمين وقضيتنا سلميه، ما عندنا اي شيء عدا السلميه، وكلها موجوده في جبل احد، وكل المحافظات وكل العراقيين متواجدين في جبل احد، وكل احنا اخوان وهدفنا واحد، وحتى عوائلنا موجوده في جبل احد. بالنسبه كل احنا واحد، ومطبخنا واحد للعلم، عندنا مطبخ في جبل احد هو اللي يغذي جبل احد من 14 للواحد. ما شاء الله. اي هذا مطبخنا، وعندنا امهاتنا يشتغلن بهذا المطبخ. ما شاء الله. اي خير من الله والحمد لله والشكر، يعني مسيطرين على الوضع وهادين، متزمين بعدنا بسلميتنا والحمد لله.